الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما مفاهيم التكاليف الكلية والمتغيرة والثابتة ومتوسطاتها، أي متوسط التكاليف الكلية ومتوسط التكاليف المتغيرة ومتوسط التكاليف الثابتة والكلفة الحدية، وما يسمى total cost, variable cost, fixed cost, غير average، يعني average total cost, average variable cost, average fixed cost والmarginal cost. أكرر هنا واستعرض في هذا المقطع عددا من المفاهيم المتكررة المتعلقة بكلفة الإنتاج. الكلفة الكلية total cost، اختصارها TC total cost، ومتوسط الكلفة الكلية average total cost، اختصارها ATC average total cost، متوسط الكلفة الكلية، والكلفة المتغيرة اللي هي variable cost، اختصارها VC variable cost، ومتوسط الكلفة المتغيرة average variable cost average variable cost ABC، والكلفة الثابتة fixed cost اللي هي اختصارها FC fixed cost، ومتوسطها اللي هي average fixed cost، والكلفة الحدية marginal cost اختصارها MC marginal cost، مع معانيها والتمثيل البياني لكل منها. قبل ذلك أريد أن أبين بعض التعريفات الرياضياتية. هذه الآن total cost اللي هو الكلفة الكلية total cost TC total cost، الكلفة الكلية تساوي حاصل جمع الكلفة الثابتة fixed cost مع variable cost اللي هي الكلفة المتغيرة. مهم جدا، بقسم الطرفي المعادلة على كمية الإنتاج Q نحصل على متوسط كل كلفة كما يأتي الآن. هاي الـ average total cost اللي هو متوسط الكلفة الكلية هو عبارة عن حاصل قسمة الكلفة الكلية على كمية الإنتاج، وتساوي حاصل قسمة الكلفة الثابتة على كمية الإنتاج زائد أو مضافا لها ما يسمى بالكلفة المتغيرة مقسمة على كمية الإنتاج. وهنا طبعا الـ average fixed cost هو التعريف ذاته، هذا average fixed cost اللي هو متوسط الكلفة الثابتة تساوي الكلفة الثابتة مقسمة على كمية الإنتاج، وهون عندي الـ average variable cost متوسط الكلفة المتغيرة تساوي الكلفة المتغيرة variable cost مقسمة على كمية الإنتاج. لنفترض وجود البيانات الآتية عن كلفة الإنتاج اللي production cost لمنشأة ما مقابل كميات الإنتاج اللي هي quantity output. لنفترض هذه البيانات الآن، هذه كمية الإنتاج تبدأ من 0, 1, 2, 3 حتى تنتهي ب 15. الآن 15 ربما تكون 15 مليون وحدة أو 15 ألف أو 150 وهكذا، فهنا وحدات مجردة فقط لنبين المفهوم وأهميته. الآن بصرف النظر عن كمية الإنتاج هذه، هناك كلفة ثابتة ربما تشمل كلفة الحراسة، كلفة إيجار الأرض، كلفة رأس المال بتدفع المنشأة، وبالتالي هنا مهما كانت كمية الإنتاج طالما نحن في الطاقة الإنتاجية بين 0 و 15، هنا الكلفة الثابتة 10 10 10 بصرف النظر عن كمية الإنتاج. يضاف إليها الآن ما يسمى بالفاريبل كوس أو الكلفة المتغيرة، هذه تتناسب تناسبا طرديا وتتسارع بعد فترة معينة، بعد كلمة معينة تتناسب تناسب طردي ومتسارع مع كمية الإنتاج. لاحظوا لي، فإذا كانت كمية الإنتاج تساوي صفرا فبكون الفاريبل كوست أو الكلفة المتغيرة تساوي صفرا. الآن وحدة واحدة فاريبل كوست مواد خام أجور عمال بدل كهرباء بدل هاتف وهكذا، 10 وحدتين 17 وهكذا. لاحظوا لي يعني زيادة بسيطة ثم يأخذ بالارتفاع بالتسارع. هنا إذا أضفنا الفيكس كوست إلى الفاريبل كوست أو الكلفة الثابتة إلى الكلفة المتغيرة إضافة جمع، بيعطينا تساوي بالحالة هاي ما يسمى بالتوتال كوست اللي هي الكلفة الكلية. الكلفة الكلية تي سي هون توتال كوست تساوي حاصل جمع الفيكس كوست مع الفاريبل كوست أو الكلفة الثابتة مع الكلفة المتغيرة. لاحظوا لي هنا 10 زائد 0 يساوي 10، 10 زائد 10 يساوي 20، 10 زائد 17 يساوي 27 وهكذا إلى أن ننتهي من 10 مضاف إليها 670 تساوي 680. هذا مهم جدا أن تتذكروا أحبتي. نتابع على بركة الله التعريفات والبيانات مرة أخرى. الآن total cost الكلفة الكلية تساوي
عفوا الكلفة الثابتة مضاف إليها الكلفة المتغيرة total cost of fixed cost as variable cost، والمتوسط total cost مقسم على كمية إنتاج تساوي حاصل قسمة الكلفة الثابتة على كمية إنتاج مضاف إليها الكلفة المتغيرة على كمية الإنتاج. الآن هذه الكمية مرة أخرى من 0 إلى 15، الكلفة الثابتة 10 10 10 بصرف النظر عن كمية الإنتاج. الآن هذا هو شكل الرسم البياني، الشكل البياني للكلفة الثابتة، لاحظوا لي 10 بصرف النظر عن كمية إنتاج، 0 أم وحدة واحدة أو 20 200 ألاف وهكذا، تبقى 10 10 طالما نحن في الطاقة الإنتاجية اللي افترضناها هنا بأنها 15. فهذا هو التمثيل البياني للكلفة الثابتة، لاحظوا لي عبارة عن خط مستقيم أفقي يصنع أفق، يعني خلينا نقول زاوية قائمة هنا لكنه أفقي مع الأفق. الآن إذا أضفنا الفاريبل كوست، فيكس كوست زائد فاريبل كوست مرة أخرى، هذا الآن فاريبل كوست، هذا هو الشكل البياني للكلفة المتغيرة، لاحظوا لي بتكون صفر إذا كانت كمية الإنتاج تساوي صفر، بتكون الكلفة المتغيرة تساوي صفرا، ثم تأخذ بالتصاعد بالتصاعد وتتسارع بعد فترة، لاحظوا لي. فهذا منحنى متوسط تكاليف، عفوا منحنى التكاليف المتغيرة. إذا أضفنا الآن فيكس كوست مع الفاريبل كوست شو بعطينا؟ بعطينا التوتال كوست، هذا التوتال كوست، هذا هو الكلفة الكلية، هذا هو التمثيل البياني للكلفة الكلية. لاحظوا لي هنا بيشبه، يعني هناك شبه كبير بين الكلفة الكلية والكلفة المتغيرة، الفرق بينهم ضئيل جدا، اللي هو الفيكس كوست 10 بصرف النظر على كمية الإنتاج، فهما متشابهان، هذا المنحنى يشبه هذا المنحنى، الفرق بيناتهم فقط 10. نتابع على بركة الله التعريفات والبيانات مرة أخرى. هذه total cost تساوي fixed cost زائد variable cost، total cost مقسم على كمية الإنتاج تساوي fixed cost مقسم على كمية الإنتاج زائد variable cost مقسم على Q كمية الإنتاج. هذه الكمية مرة أخرى من 0 إلى 15، fixed cost 10 10 10، variable cost هنا 0 10 وهكذا 670، إذا أضفناهم تعطينا بالحالة هاي ما يسمى total cost، هذا الآن الكلفة الكلية. لاحظوا لي الآن الأفريج فيكس كوس، إذا قسمنا الآن الكلفة الثابتة على الكميات، لاحظوا لي ما الذي يحصل هنا. طبعا هنا 10 على 0 لا نستطيع الحصول عليها، فحطينا نقاط أنها يعني غير معرفة، لكن 10 على 1 عطتني 10، 10 مقسمة على 2 عطتني 5، 10 على 3 عطتني 3 وثلث، وهكذا إلى أن ننتهي. هذا هو متوسط الكلفة الثابتة، الشكل البياني لها هو هكذا. لاحظوا لي كلما زادت كمية الإنتاج انخفض متوسط الكلفة الثابتة، ينخفض ينخفض مهما كانت، المهم يعني يؤول إلى صفر ولا يساويه. نتابع التعريفات والبيانات مرة أخرى. الآن total cost زائد fixed cost زائد variable cost، توتال كوست مقسم على كيو تساوي فيكس كوست مقسم على كيو زائد فاريبل كوست مقسم على كيو. البيانات مرة أخرى من 0 إلى 15 كمية الإنتاج، وهنا الفيكس كوست 10 10 10، وهي الفاريبل كوست. الآن إذا أضفنا الفيكس كوست زائد فاريبل كوست تعطينا توتال كوست مرة أخرى، بس لترجيح هلا متوسط التكاليف المتغيرة أفريج فاريبل كوست يساوي حاصل قسمة الفاريبل كوست على الكمية، وبالتالي هنا الآن لاحظوا لي هاي صفر على صفر غير معرفة، وضعنا هنا نقاط، لكن 10 على 1 10، 17 على 2 8.5، 22 على 3 7.33، وهكذا إلى أن انتهينا من 670 قسم على 15 تعطينا 44.67. هذا هو متوسط الكلفة المتغيرة الشكل البي. طبعا هنا وصل المتوسط إلى الحد الأدنى له، الأفريج فاريبل كوست هنا الحد الأدنى، هنا 6 مقابل الكمية، لاحظوا لي هنا 5. فلو بدنا نمثلها بيانيا، هذا التمثيل البياني لمتوسط الكلفة المتغيرة، لاحظوا لي الآن هنا مقابل الكمية 5، هاي الزوج المرتب 5 و6، معناها كمية إنتاج 5 متوسط الكلفة المتغيرة تساوي 6. ولا نتابع على بركة الله التعريفات البيانات مرة أخرى. total cost تساوي fixed cost زائد variable cost، المتوسط total cost على Q تساوي fixed cost على Q plus variable cost على Q، الكمية مرة أخرى من 0 إلى 15
والفيكس كوت 10 10 10، الفاريبل كوت من 0 الى 670 اضفناهم اعطونا التوتال كوست. الان نريد ان نعالج الافرج توتال كوست، هذا كلياته الان بنقسم كل شيء على كميه الانتاج، لكن بما انها كميه الانتاج هنا صفرا وبالتالي 10 على 0 بعطينا غير معرف، لكن 20 على 1 اعطتنا 20، 27 على 2 13.5 وهكذا الى انتهينا من 680 على 15 اعطتني 45.33. هذا هو متوسط الكلفه الكليه. التمثيل بياني لها، طبعا هنا لاحظوا لي وصل الافرج توتال كوست الى اقل قيمه له 8 مقابل ماذا؟ الكميه 5 اللي بتلاحظوا هنا. وهذا الان التمثيل البياني لمتوسط الكلفه الكليه، هذه النقطه 5 مقابل 8، 5 كميات يعني الكميه بتساوي 5 وال8 بتكون كلفه متوسط الكلفه الكليه. وهذا الان الرسم البياني لمتوسط التكاليف الكلية الأعلى، متوسط التكاليف المتغيرة هو الأزرق على الفرق بيناتهم كما تلاحظون ينغلق يعني الفجوة تنغلق، والفرق بينهم هو متوسط التكاليف الثابتة. الفرق بين متوسط تكاليف الكلية ومتوسط التكاليف المتغيرة هو متوسط التكاليف الثابتة. لهذا السبب، لأن متوسط التكاليف الثابتة ينحسر بالقيمة كلما زادت كمية الإنتاج، وبالتالي الفرق بين الافرج توتال كوست مع الافرج فاريبل كوست ينغلق تدريجيا الى ان ينطبقا طبعا بعد كميات كبيره. اخر شيء الان ثاني مره او قبل الاخير التعريفات مره اخرى، كميات الانتاج فيكس كوست فاريبل كوست وهكذا. هذا الان التوتال كوست نحتاج الى ما يسمى بالمارجنال كوست اللي هي الكلفه الاضافيه، كل وحدة إضافية من الإنتاج عندما زاد الإنتاج من 0 إلى 1 ثم من 1 إلى 2 ثم من 2 إلى 3 وهكذا من 14 إلى 15 زادت الكلفة. طبعا الثابتة تبقى ثابتة، لكن المتغيرة تزداد بمقدار معين والمتغير الكلية تزداد بالمقدار نفسه. تعريف المارجنال كوست، ام سي مارجنال كوست تساوي التغير في التوتال كوست مقسم على التغير في، يعني التغير في الكلفة الكلية نسبة إلى التغير في كمية الإنتاج، وتساوي القيمة ذاتها هذه التغير في الكلفة المتغيرة أوكي variable cost بالنسبة للتغير في كمية الإنتاج، لأنه الفرق بيناتهم بين variable cost والtotal cost شيء ثابت، لأن التغير في الثابت يساوي صفرا وبالتالي التغير هنا يساوي التغير هنا. لاحظوا لي هلا شو المارجنال كوست 10 7 من أين أتاني بهذه الأرقام؟ إذا الآن ذهبنا هاي الكلفة الحدية مارجن كوست هنا الآن عندما زادت كمية الإنتاج من 0 إلى 1 الفاريبل كوست أو الكلفة المتغيرة زادت من 0 إلى 10، لاحظوا لي هاي الآن من 0 إلى 10 تساوي كمان انتقال من 20 من 10 إلى 20، الفرق هنا 10 هنا 10 إذا هنا 10 لاحظوا لي هذه. كذلك الأمر الآن بين 20 إلى 27 زاد بمقدار 7، هنا بين 10 إلى 17 زادت 7، هذه 7، وهكذا إلى أن ننتهي من الأخير. الفرق يعني عندما زادت كمية الإنتاج من 14 إلى 15 الكلفة الكلية زادت من 530 إلى 680 اللي هي 150، هنا نفس هذه 520 إلى 670 تساوي 150 عندما زادت كمية الإنتاج من 14 إلى 15. إذا نحصل على المارجنال كوست اللي بيكون يأخذ الشكل التالي، يكون مرتفعا في البداية ثم يأخذ بالهبوط حتى يصل، لاحظوا لي هنا كان 10 هبط إلى 7 إلى 5 إلى 3 بعد ذلك أخذ بالارتفاع 5 كذا إلى 150، فلاحظوا لي كان مرتفعا فأخذ بالهبوط ثم أخذ بالارتفاع، هذا هو المارجنال كوست أو الكلفة الحدية. الآن لو وضعنا المتوسط التكاليف الكلية مع المتغير مع المارجن كوست ما نجد بأن هناك علاقة بين كل هذه المتوسطات هنا، لأنه الرسم حصلت عليها من برنامج الإكسل سأهونها أخيرا هنا بآخر شريحة وهي كما يلي. لاحظوا لي هلا هنا الآن كيو ما عندي التوتال كوست فيكس كوست فاريبل كوست، هاي الفيكس كوست هنا لاحظوا لي هاي الفاريبل كوست لأنه بيبدأ من الصفر وبنتهي يعني كميات هائلة، كل ما زدنا كمية إنتاج برتفع الكلفة المتغيرة، وهنا طبعا variable cost هنا عندي التكاليف الكلية الفرق بينها الفيكس كوست هذا التوتال كوست. أما الآن
إذا نظرنا، وهي آخر شيء أريد أن أبينه، الكمية الإنتاج عن حول الأفق، وهنا ما يسمى بالأفريج توتال كوست، أفريج فاريبل كوست، مارجنال كوست، العلاقة بينهم كما يلي. هاي الآن الأفريج فاريبل كوست، هذا هو الأفريج فاريبل كوست، هذا الأفريج توتال كوست. لاحظوا لي الفرق بيناتهم يضيق يضيق، لأنه الفرق بيناتهم هو الأفريج فيكس كوست. المارجنال كوست الآن وهو صاعد، أوكي، هذا الآن أفريج توتال كوست، مارجنال كوست وهو صاعد، هذا المارجنال كوست يخترق منحنى متوسط التكاليف المتغيرة ومتوسط التكاليف الكلية عند نقطة النهاية الدنيا لكل منهما. هذه الآن نقطة النهاية الدنيا أو المينيمم أفريج فاريبل كوست، وهذه نقطة النهاية الدنيا أو الصغرى للمتوسط التكاليف الكلية. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجياً أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبة الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.